أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل أن نمو سوق العمل في مملكة البحرين يأتي بفضل الدعم الذي يحظى به لتعزيز ساماته في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة ملك البلاد المعظم، ونتيجة للسياسات التي تتبناها الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سعادة وزير العمل وسعادة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية للإعلان عن إطلاق برنامج تنمية الكوادر في قطاع تقنية المعلومات، والذي يهدف إلى تدريب ودعم خريجي الجامعات والباحثين عن العمل من ذوي المؤهلات والتخصصات التقنية وتوظيفهم في القطاعين الحكومي والخاص، وجعلهم من الخبرات الوطنية المتميزة والمؤهلة تقنيا والخيار الأول في التوظيف. من منطلق الشراكة الاستراتيجية بين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ووزارة العمل، تم إطلاق برنامج تنمية الكوادر التقنية بهدف تدريب خريجي الجامعات والباحثين عن العمل وتحديدا أصحاب التخصصات التقنية. اليوم احنا أطلقنا مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية واحد من أهم وأبرز المشروعات اللي يتعلق بالأمن السبراني والتقنية وتقنية المعلومات. هناك حاجة كبيرة في سوق العمل، فإحنا اتجهنا مع الهيئة مع تمكين إن شاء الله لدفع مجموعة من الشباب وجعلهم يملكون المؤهلات والمهارات المطلوبة في سوق العمل لتسهيل إدماجهم وتوظيفهم في وظائف عالية ومناسبة وتخصصية في سوق العمل. هذا البرنامج ليس هو البرنامج الوحيد، برنامج هناك يتزامن مع عدد من البرامج التخصصية في عديد من المجالات والتخصصات، لكن يمثل سياسة الدولة لتأهيل الشباب ودمجهم في سوق العمل. هذا البرنامج عبارة عن برنامج تخصصي جدا يدرب ويعمل الموظف على رأس العمل كأنه موظف لمدة سنة كاملة، يأخذ شهادتين احترافيتين، يجمع خبرات 3 سنوات في سنة مكثف، يطلع في النهاية أحد خبراء أو قيادات تقنية المعلومات. بإمكان أنه هو يعني الخريج بدل ما هو يتوظف على راتب قليل، في نهاية البرنامج طبعا يأخذ راتب، يستلم راتب طوال فترة البرنامج السنة، بعد نهاية السنة راح يستلم راتب أعلى بكثير من لو له هو توظف من يوم الأول. فهو هدفه هو رفع مستوى البحرينيين يكون الخيار الأفضل. برنامج تدريبي متكامل تسعى من خلاله هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالتعاون مع شركائها لتنمية قدرات العاملين التقنية ورفع كفاءتهم وفق أعلى المعايير الدولية. البرنامج يكون على مدى 3 سنوات يتكرر. طبعا أول سنة راح تكون الدفعة 80 والسنة اللي تليها أيضا 80 متدرب، فبالتالي كل سنة راح تكون 80 متدرب، وحصيلة البرنامج في نهاية 3 سنوات راح يكونون 240 متدرب. وأيضا هالمتدربين راح يحصلون بالإضافة إلى التدريب على رأس العمل في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في الأقسام المتنوعة المعنية بتقنية المعلومات، راح يحصلون أيضا على شهادات احترافية بحصيلة شهادتين احترافيتين لكل متدرب. البرنامج راح يمر بثلاثة مراحل، بعد اجتيازهم هذه المراحل الثلاثة راح يتأهلون طبعا إلى مرحلات التوظيف. نتمنى لهم التوفيق، راح يكونون في القطاع العام والقطاع الخاص، بيكونون بنسبة 30 متدرب راح يتخرجون من البرنامج ويتوظفون في القطاع العام، و50 متدرب راح يتوظفون بإذن الله في القطاع الخاص. برنامج تنمية الكوادر التقنية يأتي ضمن سلسلة من البرامج التي تجسد رؤية الحكومة الموقرة في تعزيز مبدأ التدريب لدى الخريجين والباحثين عن عمل لتطوير أدواتهم العلمية والمهنية قبل انخراطهم في سوق العمل، ليكونوا شركاء في منظومة التنمية التي تشهدها مملكة البحرين، وذلك تماشيا مع خطة التعافي الاقتصادي.